بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطريقة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بتاعت عزل المكون الالكتروني عن المية او عن الرطوبة المحيطة. فاحنا هنجرب على جربنا في الفيديو اللي فات على الميديول والكنترول كان خارجي. دلوقتي هنجرب على كنترول تاني وواي فاي كمان يعني وايرلس. فهنجرب عليه ان احنا نحط عليه المادة اللي هي المادة العازلة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي عازل الرطوبة. دي المادة المادة دي ليها تركيب كيميائي بيعزلها عن العوامل الخارجية نهائي، يعني بيعزلها عن الماء، بس ما بيعملش ديسكونكت من ما بين البوينت وما بين بعضيها، او يديسكونكت مثلا الباور كيبل اللي هو السلك بتاع الباور اللي احنا بنركبه في الباور، ولا على اي كونتاكت بيتم. فاحنا ممكن نعملها على اكتر من نوع من البوردات، لان هو مش زي ما قلنا مش بيديسكونكت الكونتاكت. طبعا عشان نجرب الكلام اللي احنا بنقوله ده، احنا هنجيب برضو السلكتين اللي هم احنا هنعمل كونتاكت بيهم للباور دي، وبرضو لازم نديهم المادة السائلة بحيث ان هم يكونوا برضو معزولين عن الايه، عن ان هم المية تعمل اي كونتاكت فيه. بنعمل برضو بريس على الكنترول. طبعا احنا ادينا في المية اهي، نعمل بريس على الكنترول على التيست بتاعه. زي ما احنا شايفين ادي المديول جوه المية والكنترول جوه المية، ومفيش اي كونتاكت لاي حاجة، ولا في المية فيها ولا لسعة كهرباء ولا الكلام ده. طبعا الكلام ده بيثبت لنا ان المادة دي مادة كويسة بامر الله تعزل كل المكونات الالكترونية اللي بتتحط في مكان في جو رطب او في يود او في بخار مية عالي، فبتحافظ على المكونات الالكترونية والمكونات الكهربية كمان زي نفس الشكل ده كده. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نشرح ازاي بنحطها على المكون الكهربي مش الكتروني كمان، زي الشنيور مثلا او الموتور او اي شيء كهربي بيشتغل 220 او 380 كمان. شكرا لكم. في فيديو تاني باذن الله نبتدي نكتشف حاجة ممكن تفيدنا في مجال شغلنا زيادة بامر الله. شكرا.